إيقاف الفنانين المصريين عمر كمال وحمو بيكا، هذا ما قررته نقابة المهن الموسيقية في مصر بعد نشرهما مقطع فيديو حرف فيه كلمات أغنيتهما الشهيرة انت مع لما إلى انت معفنة، الأمر الذي اعتبر إساءة إلى المرأة. النقابة قررت إيقاف الفنانين عن العمل لمدة أسبوع بداية من 3 سبتمبر المقبل، وتغريم كل منهما 50,000 جنيه بعدما أثارت أغنيتهما الجديدة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل وسط مطالبات بإحالتهما للتحقيق. في المقابل قدم عمر كمال اعتذاره لجمهوره، وصرح أن الفيديو المثير للجدل ليس أغنية سيتم طرحها قريباً، بل نشر على سبيل المزاح لا غير، متعهداً بتغيير سلوكه خاصة بعدما شاهده من نجاح جماهيري في حفلتيه الأخيرتين في كندا، فيما لم يصدر أي تعليق من مغني المهرجانات حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية.